السلام عليكم. في البارت الأخير من مادة الـ OSKI اللي خاصة بالـ MSK راح ندرس بيها إن شاء الله، نكمل بالجوينتات مات اللور لمب اللي هي الني والأنكل آند فوت. زين، بالني مثل ما نعرف هو جوينت، والجوينت طبعا جوينتات كلية مات اللور لمب، يعني هن المسؤولات بشكل عام عن المشي. زين، الهيب والني والأنكل كلية المسؤولات عن المشي، ها يعني كمعلومة بالبداية. فأنت بكليتين لازم تطلب من المريض يمشي على مود يشوف الديسوردر اللي يصير بين الجوينتات. المهم نبلش. احنا عندنا فد 6 خطوات أو 5 خطوات نطبقها على البيشنت على مود نسوي الاكزامينيشن بعد ما ناخذ من عنده الهيستوري. زين، فأول شيء نقدم نفسنا ونغسل يدينا ونخليه يقعد مثلا، وبعدين ناخذ من عنده هيستوري، وراح نبلش بالاكزامينيشن. اوكي، ناخذ الجنرال اكزامينيشن، يعني الشغلات اللي ممكن اشوفها على المريض مثل السويلنج، يعني اللي اشوفها اني الساين مثل السويلنج، تمام، مثل الروماتويد نودلز والى اخره اللي اخذناها سابقا. اوكي، وراح نجي للاكزامينيشن. الاكزامينيشن يعتمد على من يعتمد اول شيء قلنا على اللوك، وراها الفيل، وراها الموفمنت، وراها الاساس فانكشن والتيستات ايوه ثاني بس. زين، بس نبلش. بالبدايه يعني ناخذ من عند الهيستوري، لازم ناخذ من عند الشيف كوبلمنت هو ليش اجانا. فاجانا مثلا بسبب البينه او السويلنج بهاي المنطقه او الستيفنس بهاي المنطقه، هذا تعرفونها. زين، نجي بعد الوضعية اللي احنا نسوي بها examination المن للبيشنت. اكو اكثر من وضعية، خصوصا اذا كان اللور لمب، خصوصا اذا كان اللور لمب. اما هو قاعد وسوي له examination او هو واقف وسوي له examination. زين، والexamination يمر بعدة خطوات، اللي هي اول واحدة الانسبكشن، يعني شلون اظهر المنطقة اشوفها، palpation شلون اللي يعني اتجسسها بإيدي على يعني مود اشوفها شبيها ما بيها، تمام، والبلوكروجن اللي هي الطبطبه، وراها الاوسكولتيشن. ايش الاوسكولتيشن؟ ما احتاجها بالمفصل اني، يعني الاوسكولتيشن ما بالمفصل ما احتاجها يعني كاستعمال الستيثوسكوب، لكن ممكن اتحسس اذا وجود كريبتوس، ما كريبتوس يعني اسمع طقطقه اثناء حركه الجوينت. هم يعني فذني الخطوات هم لازم اطبقهن يعني ثلاثتين اربعتين العفو. هسه المهم نجي البوزيشن، يعني لازم اخلي المريض يقعد بالطريقه اللي انا احتاجها على مود اسوي بي اكزامينيشن. ممكن مرات انا احتاج البيشنت ينام، يلا اسوي له اكزامينيشن، ممكن اريد يقعد، ممكن اريد يوقف، وهكذا. زين، فهسه نجي بالبدايه الانسبكشن، يعني شنو يعني الاشياء اللي انا اشوفها على المريض الانسبكشن. اما يكون عنده ما يعرف بالش اسمه بالهذه اللي يسمونها الليجمنت، شنو هذه؟ هذه اما يكون عنده ما يعرف بجين فالغوس اللي هي هيك يكون على شكل حرف 8. زين، واما يكون عنده ما يعرف بالفيروس اللي هو يكون على شكل حرف 7 مثل هذا. اوكي، هذا اللي اخذناه، او ما يعرف هيك يعني تكون مثل هذه الريكيوروف مانتوم هيك هذه، يعني شوفوا هذه الصوره قدامكم، انا اقربها، هذه هي الريكيوروفاتوم. زين، او ما ايش اسمه يكون عنده شورتنينج، يعني مثل ما نقول رجل طويله ورجل قصيره، او ما يعرف بالبيكر سيست، هاي البيكر سيست. زين، او انالوجيك جيت اللي هي الانالوجيك جيت اللي اخذناها بيمن بالهب، الجيتات اللي اخذناها بالهب وعرفتوهن شلون مالهن. المهم بعد بالانسبكشن لازم انا من اعرض الرجل مالت البيشنت لازم اشوف بيها عده شغلات. شنو هي الشغلات؟ اول شيء الكوادرسبس اللي جايه عليه، من جايه على الباتيلا، ايش بيها ما بيها، هل هي طبيعيه او مو طبيعيه. وراها الباتيلا اشوفها هل ارتفاعها طبيعي لو مغطايه صار فوقها سويلنج. زين، الميديال جوينت لاين واللاترال جوينت لاين لازم اشوفها، يعني شنو الحدود مالت المفصل، ظاهره لو ما ظاهره متغطيات بالتورم مثلا بالسويلنج. بعد التيبوروسيتي مالت التيبيا لازم هم نخلي بالي عليها واتحسسها واشوفها هل هي موجوده ولا لا. وين والتندون مالت الباتيلا هذه هم اشوفها، البوردرات مالت الباتيلا يعني اتحسس الباتيلا من فوق لجوا، كلها اتحسسها اشوفها هل هي طبيعيه لو مو طبيعيه، تمام، وهذه التيبيا وهذه الفيبيولا، لان كلتين اتحسسن لازم اني يعني اشوف ايش بيهن ما بيهن. وراح نجي لما ندور نكمل بالانسبكشن دون وايل سوباين، يعني هنا هذا الانسبكشن اثناء ما هو يكون بحاله شو اسمه وقوف. هسه هذا بحاله وقوف واشوفه اني، هاي اثناء ما هو واقف اقدر استنتج من عنده ذني الشغلات، يعني ممكن اشوف ذني الديفورميتي اللي عنده صاير. اوكي، بعد نجي من الانسبكشن اللي هو يكون اثناء ما مستلقى على ظهره السوباين. اوكي، بهاي الحاله اشوف اذا اكو عنده فد ماسز، يعني فد تكتل او سويلنج هنا. زين، او اباوع لل شو اسمه ذني البورسات، عندي البري باتيلر بورسه، اذا صار بيها انفلاميشن راح يسبب لي ما يعرف بالهاوس مايد بورسه. زين، وبعد الانفرا باتيلر بورسه، اذا صار بيها انفلاميشن راح يسبب لي ما يعرف بالكليرجيمان بورسه.
تمام؟ لان تعرفونهن. بعد اذا كان عنده فد بوني يعني شلون مثل ما نقول زيادات عظميه ما يعرف بالاكسوتوسوسيس، هذه الصوره همين اشوفها زين. بعد او عنده تيومر مثل ما بهذه الصوره، شوفوا ايش شبيه، هذه طبيعيه تقريبا، وهذه شوفوا شلون مورمه تيومر او سكار، يعني شنو فد اكو فد ندبة عليها جايه من تروما من عمليه جراحيه سابقه، تمام. ليجن يعني فد حفره صايره بسبب حادث معين، يعني فقدان بعض النسيج اللي يغطي هاي المنطقه، اوكي. وذنهن اللي موجودات. هذا بالنسبه للسويلنج. هم نكمل اذا كان عنده سويلنج اللي هو جاي عن طريق الافيوجن. الافيوجن معناها ازدياد السائل اللي موجود بالمفصل، اوكي. او ردنس يعني ازدياد احمرار المفصل، معناها اكو دم هنا. ليش اكو دم؟ معناها اكو انفلاميشن ممكن، او قطع او شيء، او هي اثروسيس ممكن، اوكي. ذني اللي اخذناها. بعد المسل بالك سيميرتي، يعني معناها شنو؟ معناها قاعده العضلات اللي موجوده داير ما داير هاي المنطقه بالقدم اليمنى والقدم اليسرى، واشوف الفرق بيناتهن، هل هن شو اسمه خصوصا الفاستوس ميديالس، اوكي. اذا صار بها اتروفي اقارن اشوف هل العضلات طبيعيات ولا مو طبيعيات. كذلك ديسبليسمنت اوف ذا باتل، الباتل اخاف صاير بها ديسبليسمنت، يعني مبتعده عن مكانها زين. هذا بالنسبه اللي اخذناها عن طريق الانسبكشن. نجي من البالبيشن اللي هو الفيلينج، نفس الفيلينج يعني الاحساس اللي يحس به البيشنت. اول شيء اشوف من درجه الحراره التغير مالتها، وراها التندرنس يعني معناها اجهزه المنطقه، اوكي. اجي مثلا للجوينت لاين تندرنس، وين هو الجوينت لاين؟ هذا الجوينت لاين زين. ابدا اضغط منها شويه اجهزه بهاي المنطقه واشوف هل عنده الم لو ما عنده الم، شيء يحس هنا مثلا، اوكي. الباتلر تندون اجهزها، الكوادرسبس تندون اجهزها زين. بعد منها والله البوردرات مال التيبيا كليه مال الباتلر العفو كليه اجهزهم، التوبيروسيتي مال التيبيا اجهزها، شوف وين الالم صاير عنده، اوكي. بعد اذا كان عنده افيوجن يعني مثل ما اخذناها من ساعه السويلنج، اوكي. وذني او عنده كريبتوس، كريبتوس يعني شنو؟ قلنا شلون الطقطقه او الفرقعه تصير اثناء حركه الجوينت او اثناء ما انا احرك الجوينت واضغطه زين. بعد او ثيجنيد ساينوفيال ممبرين، ساينوفيال ممبرين ايش بيكون؟ يكون شويه ثخين مثل ما نقول، اوكي. او يكون سبونجي او باجيفيل زين. اتش كان بي روليد، يعني شلون؟ يعني الاطراف مالته مالت هذا المفصل شو تكون؟ تكون روليد، يعني شلون؟ يعني هي مو طبيعيات مثل ما نقول، اوكي. والكوادرسبس همين والهامسترنج مسل هم اشوفهن عن طريق النظر كذلك وعن طريق التحسس، مثلا اخلي ايدي عليهن واخلي احرك القدم مالتي اشوف هل حركتهن طبيعيه ولا مو طبيعيه زين. ذني هسه اخذناها. الافيوجن قلنا شنو الافيوجن؟ هو اللي هو الزياد السائل اللي مجمع داير ما داير الجوينت، اوكي. هذا الافيوجن يعني بس تشوف احنا ما يعني متعمقين بيه زايد، بس هو عليه تيست هسه راح نشوف شلونه. المهم هذا الباتلر تاب شنو؟ الباتلر تاب هو عباره عن تيست موجود طبعا بنهايه هذا الملزمه ومطلوب همانه. هذا شنو هو؟ اول شيء اجي هو فحص الافيوجن طبعا. اول شيء اجي لمن؟ اجي للفخذ. هاي شوفوا الايد شلونها، هذا الايد اروح شلون هسه مثلا انت من تريد تسوي فرضا زلابيه، خصوصا هسه البنات شايفاتها او حتى الولد شايفين دول الناس اللي يسوون داطلي بالشوارع، تمام. اول شيء يسوون يعصرون هذا الكيس اللي محطوطه به المعجونه، يعصرونه من النهايه يعني على مود تنزل هذا المعجونه عن طريق الفتحه، مو؟ فهذا انت هم تسوي هيك، تخيل هنا الفتحه مالت هذا الكيس، هذا الكيس هو مالتك، اوكي. وتخيل هاي الفتحه مالته، ايش راح تسوي؟ راح تعصر بيدك هاي المنطقه، اوكي. تعصر بيدك هاي المنطقه، تعصرها بهذا الاتجاه، بهذا الاتجاه على مود شنو؟ على مود يعني شلون تدفع المي او تدفع المعجون المي للحافه على مود يطلع، اوكي. فهذا نفس الشيء، هم تخلي ايدك بنص الثاي نص الفخذ وتسحبها هيك بهذا الشكل على مود تدفع، شلون تدفع السوائل المي للباتله لهاي المنطقه، تمام. ورا ما وصلت لهنا هاي المنطقه ايش راح اسوي؟ تبقى ايدك بهذا الشكل، بعد ما دفعت تبقى ايدك بهذا الشكل، اوكي. ورا ما بقيت ايدك بهذا الشكل تجيب اصابعك ذن الاثنين، لان اصابعك ذن الاثنين وين تخلين فوق الباتله، تضغط عليها تنزلها لي جوا حال زين. اذا بهاي الحاله حسيت انه الباتله جات تتحرك بحركه يعني غير طبيعيه كانه مخلي لك فلينه على المي، اوكي. بهاي الحاله معناها عندك افيوجن، لكن اذا الباتله ثابته وما بيها شيء معناها هذا التيست يكون نيجاتيف، اوكي. هذه خلصنا من عنده. بعد الباتلر انستابيليتي يعني الثباتيه مالت الباتله، نشوف هل هي يعني بيها شيء لو ما بيها شيء، هل هي ثابته او صار بيها ديسبليسمنت مثلا. زين، عن طريق قياس ما يعرف بالش اسمه الكيو انجل، شنو هي الكيو انجل؟ العفو ليس انجل، معناها هذه هي هذه الزاويه نقيسها،
طبعا هذا ما مطلوبه من عندنا، بس تطلع عليها خاف كل شيء يصير. هيك هذا المستوى وهذا المستوى، هو هاي بالحاله الطبيعيه. هذا الكيو انجل، كيو انجل ايش قد؟ طب تقريبا بالحاله الطبيعيه بال شو اسمه يكون من 8 الى 10 النورمال طبعا، اوكي بالرجال، وبالنساء من 15 الى 5. زين هذا بالنسبه لها. طبعا شلون نعرف نسوي تيست لها؟ يقول دايناميك باتلر تراكينج ان سيتنج بوزيتيف، يعني جي ساين لاترال سبلكسيشن اوف ذا باتلا ان ذا فول اكستنشن. يعني شو يقول؟ يقول انه بحاله نسوي انت اكستنشن بالفول اكستنشن، يعني ما ادري لك حيل، اوكي، واشوف انه الباتلا او هذه الزاويه زايده عن الحد الطبيعي او قال عن الحد الطبيعي، معناها عندك هنا في الديس اوردر بها، بس تعرفها هيك يعني. هو هذا التيست مالت الجو صاير. شو يقول؟ يقول انه الني ان 20 او 30 درجه مثل ما تلاحظ هنا، 20 او 30 درجه. زين وراها يقول نسوي فلكشن مثل ما تلاحظون هنا، فلكشن للني وسبلكسيت باتلر لاترالي، يعني ادفع الباتلا المن لللاترال، جهه اللاترال اللي برا، ادفع الباتلا لجهه اللاترال. اذا حس البين وحس اكو مقاومه ما ادري شلون وهاي، معناها بوزيتيف تيست، يعني البيشنت يقول لك كافي كافي بعد لا تسوي توجعني، معناها شنو هو؟ معناها الاستيبلتي مالته او الكيو الكيو انجل معناها مو طبيعيه، يعني الاستيبلتي الباتلا صار بها شلون ديسبليسمنت، او يعني صار بها ديسوردر بالاستيبلتي مالتها. زين فمعناها البوزيتيف تيست، وبالتالي المريض تنطبق عليه الباتلا انستيبلتي. نجي للموفمنت، الموفمنت تعرفونها انتم، عندي اكتف موفمنت وعندي ماسيف موفمنت. الاكتف الباسيف العفو، الاكتف موفمنت معناها شنو؟ معناها البيشنت هو يحرك نفسه، هو يحرك بارادته. الباسيف موفمنت معناها الحركه اللي انا سويت اياها، فانا اطبقهم عليه اثنيناتهم، انا احركها وهو هم يحركها على مود اشوف المقدار مالت الحركه اللي يسويها. زين ايش بيها يني؟ بيها فلكشن واكستنشن وروتيشن، هن اكثر شيء روتيشن، اما يكون بجهه الميديال او جهه اللاترال. الفلكشن والاكستنشن قلنا من المسؤول عنهن؟ المسؤول عنهن انه البوستيرال ثاي والهامسترنج ماسل شو سوى لي؟ سوى لي فلكشن للني واكستنشن للهيب اخذناها. والانتيرير ثاي شو سوى لي؟ سوى لي اكستنشن للني وفلكشن للثاي. اوكي؟ لان نعرفها. بس باقي نعرف الدرجات اللي هي هنا عندي الاكستنشن والاكستنشن والفلكشن يكون تقريبا من 0 الى 135 درجه او 140 درجه تقريبا هيك شيء. تمام؟ الحالات الغير طبيعيه اللي يصيرن بالموفمنت، يعني اذا اجاني شخص عنده فلكسيد فلكشن ديفورميتي، شنو فلكسيد فلكسيد فلكشن ديفورميتي؟ شلون اللي اخذناها بالالبو؟ يعني معناها وضعيه الفلكشن مالته غير طبيعيه، كانه رايح للجهه اللاترال بشكل كبير او جاي لجهه الميديال بشكل كبير. زين هذا نسميها بالفلكسيد فلكشن ديفورميتي. اوكي خلينا نشوف هسه. هاي الصوره انا رويت اياها سابقا بس على مود تشوفها مره ثانيه. هي شوفوا يعني معناها ايش يقول؟ يقول نخلي الهيل يعني الكعب مالته مره هيجي ومره هيجي. زين على مود اشوفه هذا هسه هنا هو هناك كاتب لك الكلام، قال لك يقول باي باسفلي ليفتنج ذا ليج ات ذا هيل تو سي اف ذير از كومبليت اكستنشن لولا، يعني اخلي الهيل مالته الكعب مالته مره على القاع ومره اخليه يشيله واشوف هل يقدر يسوي لي اكستنشن كامل لولا. اذا ما قدر يسوي لي اكستنشن كامل معناها فليكس ديفليكشن ديفورميتي او فيكس ديفليكشن ديفورميتي العفو. زين وكذلك هم اشوف اذا عندك كريبتوس ما كريبتوس والى اخره. هاي بالنسبه للموفمنت، والموفمنت طبعا لازم اطبق كليه الفلكشن والاكستنشن واشوف وظيفه العضلات بهذه المنطقه. نجي هسه من الدور الى الكروشيتد ليجامنت اللي هو الرباط الصليبي. عندي واحد انتيرر وواحد بوستيرر. عندي الانتيرر شو يسوي؟ بريفنت فيمر موفينج باكورد اون ذا تيبيا، يعني شنو هو؟ يعني يمنع لي الفيمر انه شو يصير؟ انه يتحرك باكورد خلف التيبيا. زين والتيبيا تجي لقدام، يعني يمنع التيبيا تجي لقدام والفيمر يروح لي ورا. زين زين البوستيرر شو يسوي لي؟ يمنع لي الفيمر يتحرك للامام. زين وبنفس الوقت يمنع لي التيبيا تتحرك لي ورا. وضحت السالفه؟ لانه اكيد اذا تحركت التيبيا لي قدام، اذا تحركت التيبيا لي قدام الفيمر وين راح يصير وراها، معناها تحرك لي ورا. واذا تحرك الفيمر لي قدام معناها التيبيا وين راح يصير ورا الفيمر، يعني تتحرك لي ورا. وضحت السالفه؟ فالانتيرير كروشيت اللي قامت هو من شوفوا انتيرير روح على التيبيا، انتيرير روح على التيبيا، يمنع لي التيبيا من المجيء الى الامام. اذا وانت بنفس الوقت اذا اجت التيبيا للامام معناها شنو هو؟ معناها الفيمر راح لورا، فبنفس الوقت يمنع لي مجيء التيبيا للامام ورجوع الفيمر لورا. زين؟ والبوستيرير بالعكس، شو يسوي البوستيرير؟ يمنع لي قلت لكم انه التيبيا
شو اسمه يمنع الفيمر موفينج انتيريوري اون ذا انتيريورلي انتيريورلي اون ذا تيبيا، يعني يمنع الفيمر انه يتحرك قدام التيبيا والتيبيا تروح لي ورا. زين فخلنا نشوف هسه التيستات اللي خاصه به. فعندي تيستين، عندي بوستيرير دراو تيست وانتيرير دراو تيست. البوستيرير دراو تيست شو اسوي؟ اخلي البيشنت نايم على ظهره زين، وارفع رجله اني تحديدا اخليها بزاويه 90 زين، اخليها بزاويه 90 جيد، واقعد فوقها من اقعد فوق الفوت مالته، اقعد فوق الفوت مالته جيد، والزم ايدي الاثنين بهاي الجهه هنا بهاي المنطقه، وراح اخلي لكم الرابط مال التيست اسفل الفيديو زين. المهم شو تسوي الدور؟ تدفع التيبيا بهذا الاتجاه، اذا شفتها اندفعت لي ورا والفيمر اجى لي قدام معناها ايش عندي؟ معناها البوستيرير كروشيتد ليجامنت صاير بي تيرنج، يعني البوستيرير بالحاله الطبيعيه البوستيرير كروشيتد ليجامنت بالحاله الطبيعيه يمنع لي التيبيا تروح لي ورا، فانت اذا دفعت التيبيا وراحت لي ورا صارت خلف الفيمر، بهاي الحاله البوستيرير كروشيتد ليجامنت متمزق. على العكس بالانتيرير تدفع الذراع بهذا الاتجاه، عفوا التيبيا بهذا الاتجاه تسحبها اليك، اذا شفتها اجت اليك تمام، يعني صارت التيبيا انتيرير والفيمر صار وراها، يعني صار بوستيرير الفيمر، بهاي الحاله معناها الانتيرير كروشيتد ليجامنت صاير بي تيرنج. زين عندنا التست الاخير عن الني اللي هو الكولاترال ليجامنت، شلون نقيس الاستابيليتي مال الكولاترال ليجامنت. احنا عندنا ميديال كولاترال ولاترال كولاترال زين، فشلون نقيس الاستابيليتي مالتهم؟ بالي هسه ركز بين الصور الاثنين، هاي الصوره وهاي الصوره، شنو الفرق بيناتهم؟ هنا عندي شلون هو هذا الكيفيه مال هذا التيست، شلون يقول اذا احنا نريد نقيس الكولاترال اللاترال او الميديال كولاترال ليجامنت، تعرفون انتم الميديال يكون منا اللاترال يكون منا والميديال يكون منا كولاترال ليجامنت زين، هذا اني يساعد لي ان شنو وظيفته الكولاترال ليجامنت؟ يساعد لي اني هسه هاي اني هي بهذا الشكل صايره، هذه هنا التيبيا وهنا الفيمر زين، هنا من لازماته لازمات اني لازماتها منا ومنا لان الحمر، اذا هذا انكسر مو انكسر صار بيشق يعني او صار بيتيرنج، بهاي الحاله بعد ما يعني ماكو فد شيء يربط لي هذا بهذا، فشنو هو راح يعني شلون تنفتح زين، يعني ايش يصير؟ شلون اسوضع لكم اياها؟ هيك يعني تكبر الزاويه، هاي الزاويه تكبر، وضحت السالفه؟ يعني شلون هذا تشوفونها هنا الزاويه كبرت، شوف هسه وضع الحاله الطبيعيه، شنو الحاله الطبيعيه؟ هيك، بينما لو تلاحظوا لي شوفوا الزاويه اللي كبرت هنا صارت، شلون اللي انفتحت؟ شلون هسه مثلا من عندك طبخه مالك سور وتكسر المفصل مثلا مال الرجل، من تكسرها شلون تكسرها؟ شايفينها يعني شلون هسه القراصه من تنفتح؟ اوكي؟ اذا الليجامنت متضرر مثل القراصه من تفتحها ازداد الزاويه هنا، اوكي؟ كانه تكسر الرجل مالته، لكن اذا الليجامنت ما بي شيء فما راح ما راح يصير اكو زاويه هنا، كانه القراصه ما راح تنفتح، وضحت السالفه؟ زين. باو عليه هسه اذا انا اريد اقيس مثلا الميديال، اذا اريد انا اقيس الميديال كولاترال ليجامنت بهاي الحاله شو اسوي؟ عندي اثنين ايدين، ايش راح اسوي هذين الايدين؟ اخليه ينام اول شيء على شكل سوباين يعني يستلقي على الفراش، وراها اسوي فليكشن للني، فليكشن للني بزاويه 20 الى 30 درجه، مرات يقولون 15 مرات 20 مرات 30 والله مساعات براحتهم، يعني اسوي فليكشن للني بمقدار هذا المقدار يعني تقريبا هيك زين؟ اوكي، وراها شو تسوي؟ حسب الليجامنت اللي تريد تقيسه انت، اذا انت تريد تقيس الليجامنت فرضا اللاترال، اللاترال كولاترال ليجامنت تريد تقيسه فرضا، شو تسوي؟ تاخذ ايدك الاولى وحده من ايديك، وين تخليها؟ يقول بليس ون هاند اون ذا جوينت لاين اوبوزيت تو ذا ليجامنت يو ار تيستينج، اذا انت تريد تقيس الميديال لا تريد تقيس هذا، تريد تشوف لي هل هذا سليم لو مو سليم، تاخذ ايدك الاولى وين تخليها؟ تخليها هنا، تخليها هنا بهذه المنطقه، اوكي؟ تخليها على الميديال يعني على اللاترال عفوا، اذا انت تريد تقيس الميديال كولاترال ليجامنت تخلي ايدك وين؟ على اللاترال كولاترال ليجامنت بهذا الشكل، هذه اول خطوه. ثاني خطوه ايدك الثانيه وين تخليها؟ تخليها على الانتيريور تيبيا، انتيريور تيبيا من يا جهه؟ من جهه الليجامنت اللي تريد تقيسه انت، احنا نريد نقيس الميديال، فاذا نخلي الايد الثانيه بجهه الميديال وين؟ على التيبيا، وضحت السالفه؟ بهاي الحاله اسلط برجر، شنو اسلط برجر؟ يعني اسلط فت قوه او ضغط عليه من على التيبيا، على التيبيا، وهو يا ايد يا ايد لازم التيبيا، هاي الايد لازم التيبيا، اذا معناها انه انا جاي ادفع او اي تقريبا ادفع التيبيا لهذا الاتجاه،
زين، وهاي انا لازمها منها بهذا الاتجاه، معناها جاي افتح القدم بدي اشوفها تنفتح لو لا، هاي المنطقه بدي اشوفها تنفتح لو لا. اذا انفتحت عندي وشفت اكو فراغ تكون او اخدود تكون بهاي المنطقه، معناها الميديال كولاترال اللي قامت متاثر زين، واذا ما بيشي معناها ما بيشي. بالعكس اذا كريدت اقيس اللاترال، اذا اردت اقيس اللاترال كولاترال ليجامنت، بهاي الحاله اخلي ايدي الاولى وين؟ اخلي ايدي الاولى على الميديال كولاترال ليجامنت، هذه اول شغله. ثاني شغله الايد الثانيه وين اخليها؟ اخليها على التيبيا، بس من يا جهه، من جهه الليجامنت اللي اريد اقيسه، يعني يا جهه اريد اقيسه هذا، فاذا اخلي ايدي الثانيه من هاي الجهه زين، وادفع اسلط عليها ضغط، يعني شلون كانه ادفعها لهاي الجهه، وهاي من ناجتي دفع على هاي الجهه كانه جاي افتح بالني زين. فاذا انفتحت معناها اللاترال كولاترال ليجامنت بيقى خلل، واذا ما انفتحت فمعناها ما بيقى خلل. هسه نجي لمن الدور، نجي للني، العفو الانكل. الانكل جوينت همانه بالبدايه يعني ناخذ من عنده هيستوري ونقعده بالبدايه تعرفون يعني الدور. هسه نجي لمن الدور الاكزامينيشن. الاكزامينيشن بالبدايه المنظر اللوك، اشوف اذا كان عنده فد شيء غير طبيعي زين، كانه ديفورميتي مثل ما نعرف ديفورميتي observation of the deformity. انواع الديفورميتات اللي نلقاها نحن او الاشياء الغير طبيعيه نلقاها وين بالانكل جوينت، شنو هي؟ ممكن الفور فوت فاروس او الفالجس. الفاروس شو اسمه يكون مفتوح، يعني مفتوح للخارج مثل ما تلاحظون هسه، شوفوا مفتوح للخارج هيك، بينما الفالجس شلون للداخل هيك زين بهذا الشكل. هذا بالنسبه للفالجس والفاروس. هنا كلها عندنا بالني موجود فيروس وفالجوس، بالالبو هم فيروس وفالجوس، بالانكل فيروس وفالجوس، كلها صارت عندكم طبيعيه زين. بعد التالبس ايكونوس، شنو هذه التالبس؟ يعني هيك يعني شلون تكون القدم مقوسه، يقول بلانتر فليكشن فوت، يعني هي الفوت من اصلها صاير بيها بلانتر فليكشن هيك، بلانتر فليكشن اوكي. بعد عندي الكلاو تويز، يعني الاصابع مالتها شبيهن صاير بيهن كلاو، يعني شنو كلاو؟ يعني ملتويات هذا الشكل، اصبع واحد ملتوي يعني زين. والهامر تويس اللي هو همنا هذا الكلاو تويس، يقول الميتاكاربال، ميتاكاربال فرنجل جوينت شبيه هذا، يقول بيصير بي هيبر اكستنشن زين. والانتر فرنجل جوينت يكون بي فليكشن، يعني هسه هذا شلون يصير؟ هسه ثماني هذا هنا الاكستنشن وهنا الفليكشن اللي يصير اوكي، وهذا هم كذلك. هاي من هي الهامر تويس والكلاو تويس. جيد، بعد شنو هو عندي؟ الهالوكس ريجيدوس هيك يصير عنده، يعني يصير لي فوق، هاي عكس، عكس هاي عكس الكلاو، هاي الكلاو لي جوا نهاية الأصبع، هاي نهاية الأصبع تصير لي فوق زين. هاي أثناء الحركة، يعني يقول لك أثناء الحركة أنت مو تسوي بلانتر فليكشن، هنا يقول بالنورمال، نورمال رينج أوف ذا موشن، يقول أنت بالحالة الطبيعية من مثلا أثناء المشي، فرضا أثناء المشي مو تريد تسوي مثلا بلانتر فليكشن للأصابع مالتك، يقول هذا الرينج الحد الطبيعي، هذه المسافه زين. بينما بالهالوكس لا، تكون محدده ليميتد، ما تقدر يعني البلانت ريفلكشن تكون اقل من الحد الطبيعي، وضحت السالفه؟ هذا الهالوكس ليميتد يسمونها، بينما الهالوكس ريجيدوست هاي يعني شويه مثل ما نقول البلانت ريفلكشن تكون كلش قليله زين. تقول هاي يعني بسبب مرات الاوستيوارثرايتس، يعني يكون اكو ستيفنس بيما بالميتاكاربال فرنجل جوينت، بالميتاكاربال فرنجل جوينت زين. بعد شنو هذا بالنسبه لل شو اسمه للافر برونيشن او الفلات فوت، يسوونها الفلات فوت، يعني شنو هو يعني فلات فوت؟ بالحاله الطبيعيه تكون اكو فد ارش هيك صاير، يعني تقوس بالقدم، بينما بالفلات فوت لا، ماكو تقوس هيك، بس كليتها عادله صايره زين. بعد هنا عندك ما يعرف بالايدوارد سيندروم، الايدوارد سيندروم هيك القدم مال تصير، يعني مثل ما تشوفونها بالصوره ايدوارد سيندروم. جيد، بس احنا نجي ناخذها هنا ونشوف ايش بيها ما بيها. بالبدايه هذا البريبريشن نعرف شلون تقدم نفسك والى اخره. نجي لللوك، اول وحده باللوك تشوف الوضعيه مالت الجويت شلون جاك بيها، اما يكون التوي الاجمنت شلون اللي اخذناها من الساعه المشاكل اللي يصير بالتوي زين. ذني خلنا نراويكم اياهن بالبدايه اللي اخذناهن، هذه لا مو هذا الفيروس، هذا اما الكلاو توي او الهامر توي والى اخره زين، اللي اخذناها من الساعة. بعد ايش عندي؟ عندي الارش بوزيشن، الارش يعني من الساعة اما تكون فلات فوت او تكون نورمال فرضا، او يكون التقوس اكبر من الحد الطبيعي، يعني الارش يكون اكبر من الحد الطبيعي زين. بعد الاكيل تندون ثيكنينج اور سويلينج، الاكيل تندون تعرفونها، هذا الاكيل تندون زين، هذه
انا صحيح العقيلتين دون هذه حسب شو اسمه، اما تكون متورمه مثلا او تكون يعني شلون مثخنه وصار بها سويرلينج بهاي المنطقه هم اشوفها. بعد الهند فوت الليجمنت يعني شنو معناها الوضعيه هذه، الوضعيه مال هذه هاي المنطقه شوفوها بالضبط هذه المنطقه نشوفها هل يعني الاكيل تندون متمزق بهاي المنطقه او ضعيف، هل هاي المنطقه صاير بها اكستنشن فول اكستنشن او يعني من كم شيء صاير بها فلكشن مثل ما نقول بلانتر فلكشن او دورس فلكشن، يعني حسب يعني خليها قدام عيني. بعد الهالوكس فالغوس اللي مساء اخذناها الفالغوس والفاروس همين نشوفها ونلاحظها اذا كان عنده هالوكس فالغوس او فاروس ثنائتين. بعد السويلنج اشوف اذا عنده سويلنج بالانكل وين منطقه السويلنج، من جهه اللاترال من جهه الميديال من جهه الدورسال من جهه البلانتر، زين على التيبيا على الفيبيولا لازم على مود اعرف الخلل وين صاير، هل الخلل جاني بسبب اللي قامت متمزق او تندون متمزق او فد يعني اصابه هنا صايره الى اخره. بعد السكن تشينج اذا كان السكن بهاي المنطقه يعني التغيرات اللي يصير بيها اما يكون ثيكنينج مثلا او مثلا عند شو اسمه بسوريوسيس اللي هي الصدفيه بهاي المنطقه او الريموتويد نودلز، ذن الشغلات اللي ممكن اشوفها على السكن. بعد السيميريتي يعني تشابهيه بين هذا الانكل مات اليسار والانكل مات اليمين، هل اكو بين اختلاف او بين تشابه. نجي دور للنايلز اللي هي الاظافر مات القدم، همش عدي عند البيتينج والانكوليوسيس والنايل فولد فاسكولايتيس والسبلينتر هيموراج، ذن كليه اللي اخذناها احنا بما اخذناها بالمقدمه زين مات الاوسكي لازم تعرفين هم تشوفين كل واحدة ودلالتها على وجود انفلاميشن اوسيوارثرايتس الى اخره، ريموتويد ارثرايتس مثل ريموتويد نودلز والى اخره. زين بعد اللوك ات ذا بيشنت شوز يعني النظر علما للشوز مالت من مات البيشنت نشوفها هل تكون وير اون سولز تمام، يعني شلون مثل ما نقول قدم مالته نحيفه او ضعيفه يعني شلون ضيقه مسويها ضيقه على الاصابع، يعني شلون هسه شلون نوضح لك اياها، يعني كانه يلبس مقاس اقل من حجمه فرضا، يعني شوف شنو الشغلات الغير طبيعيه اللي تشوفها بالشوز مالته اوكي، او انسولز او ساين اوف بور فيت يعني الحذاء او الرجل مالته تكون شنو هو تكون نحيفه ممكن او رفيعه او سمينه شويه اكثر من حد الطبيعي، يعني طبيعه الشوز اللي يلبسها شوفها هل اكو شيء ابنورمال تلاحظه بيها لو لا هيك. زين بعد شنو هو الفيل اللي هن بالبدايه تعرف التبرتشر لازم نشوفها والفور فوت والانكل، لين نشوف المنطقه يعني التبرتشر مات الفور فوت والانكل هل مرتفع درجه حراره او لا. بعد بالنسبه للجوينتات اللي هي نسميها بالباي مانوال بالبيشن زين اول شيء الميد فوت يعني اللي بالنص والانكل والسب تالر والميتا تالر فالانجل جوينت، ذني مناطقهم لازم اقيسن وحده وحده واشوف الحركه اللي بيناتهم وحركهم وحده وحده، حركهم بيدي هيك اطقطقهم زين اشوفهم وين جاي وجعه، وين يا منطقه جاي حاسبين مثلا تندرنس من اجهزه يصير بيها الم تمام. والسويرلينج هم اشوفه مثل ما قلت لكم، والبريفرال بالسس هذا جدا مهم جدا مهم، البريفرال بالسس بيمن باللور لمب لازم تقيسه، وهم اعتقد بوقتها الدكتور نوه عليها انه قال البالسس اهم شيء انت تقيسها بمن تقيس الانكل جوينت على مود تشوف الدم واصل لهاي المنطقه لو ما واصل لهاي المنطقه اللي هي البالسيشن زين، لازم تعرف مناطق البالس من هنا اللي موجودات بالفوت زين اللي هي مثل الدورسال بيتس والبوسيرا تيبيالس زين، لازم مهم هذا جدا. بعد الموفمنت بالنسبه للموفمنت تعرفونها مالت الانكل عندي دورس فلكشن وبلانتر فلكشن اكثر اثنين هنا ذني اذا لهن علاقه بالتورس، وعندي الميد تارسل جوينت، الميد تارسل جوينت تعرفونها يعني هاي اللي بالنص تكون عندي انفيرجن وايفيرجن، هم تشوفون الحركه مالتهم كل عضله تعرفون كل عضله مسؤوله عن الايفيرجن كل عضله مسؤوله عن الانفيرجن، على مود تخاف اكو ايفيرجن او انفيرجن بين خلل معناها العضله او ممكن الجوينت صاير بي ديستركشن فرضا. بعد السب تالر جوينت، السب تالر تعرفون السب تالر جوينت اللي هذا صاير مع عظمه التالس تشوفونها هم اذا تحركون القدم للخلف وللامام وايفيرجن وانفيرجن على مود تشوفون اذا كان السب تالر جوينت بمشكله او لا، وقلت لكم انفيرجن وانفيرجن نفس الشيء زين. وكذلك اسال البيشنت اقول له بالله امشي لي امشي قدامي خلينا نشوف المشيه مالتك وين 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 الخلل، هل تاثر هذا الالم ياثر عليك اثناء المشي، هم يسبب لك فد نوع من انواع الجيتد تمام، هم اسئله هيك يسوي لي. وهذا بالنسبة للأنكل وصلنا لهنا يعني إلى نهاية محاضرات الـ MSK اللي خاصة بالأوسكي.